من الضيق والحصار في وسط الميدان. ازدحام كبير، خروج الكرة يكون صعب، كرة خاطئة، محاولة من فريوي، استرجع الكرة فريوي بين هناك على الجهة هنا بامتياز من طريق هاي الكرة، يا سلام، أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة لمصلحة بنودية الجزائر في الدقيقة 28. يتمكن فريوي وعمل كبير باسترجاع الكرة وبعد ذلك الانطلاق وتهديد مرمى الحارس أيمن دحمان والوصول للشباك واحتجاج عناصر فريق نادي صفاقسي. فريوي استرجع الكرة، سنشاهد بالعرض البطيء، هدف صحيح في مرمى الحارس أيمن دحمان. فريوي صاحب 5 أهداف باحتساب منافسة رابطة الأبطال هاي بورديب، بعد ذلك بامتياز الحارس لم يتمكن من هذه الكرة، وفي المرة الثانية وصول في الوقت المناسب لدفع الكرة إلى الشباك، 1 مقابلة لا شيء. هاي بوردي بعد ذلك بنسحة يحاول، ولكن وصول كرة كانت ملعوبة متحركة ولم تكن ثابتة لبنودية الجزائر. هاو نعم استرجع، شكرا للزملاء، استرجع فريوي الكرة ملعوبة مع بوردي بحد مباشرة من جديد، هاو بنسحة وبعد ذلك وإلى الثاني، يا سلام الثاني، يا سلام الثاني للبنودية. بنساحة بلال يتمكن من الوصول إلى الشباك للمرة الثانية، الهدف الثاني في مرمى نادي صفاقس في الدقيقة 35. بكرة فريوي للمرة الثانية، نعم فريوي للمرة الثانية. القائد اليوم موجود في كامل اللياقة البدنية والفنية، يوقف هذا الحس التهديف الرائع ويسجل الهدف الثاني. سنشاهد كيف كان الهدف الثاني لمصلحة البنودية. هاي ملعوبة طويلة، المتابعة الدقيقة، كرة تسر المتابعين من المهاجمين، تسر المهاجم والهداف سامي فريوي ليسجل الهدف الثاني في مرمى نادي صفاقس. نعم تستحق.